الخشوع والصوت الجميل الذي لطالما شنف مبارك، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم فيه الآمال وأن يتقبل فيه منكم صالح الأعمال، حفظكم الله. الله حياكم الله شيخ، اللهم امين. تفضل. حياك الله شيخ هيثم، الله يحفظك ويبارك فيك. انا والله جدا يعني سعيد بتواجدي معاكم في هذا البث المباشر، منها ان احنا نلتقي في اهلنا واحبابنا وناسنا، وانا ترى لي يعني مثل ما يقولون هيستوري جميل ورائع مع جامع المدينه التعليميه، يعني انا ما يخلو سنه من رمضانات الا واحنا نصلي معاهم ونأم المصلين، عسى ربي إن شاء الله يتقبل منهم ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال والصيام والقيام. وأنا شاكر لكم بصراحة هذه الاستضافة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خفيفة الظل على جميع يعني المشاهدين والمستمعين، ويا رب أن يجمعنا ونشوفكم وجها لوجه. شيخ يعني هيثم، إحنا من الناس اللي أمانة يعني أتشرف بسماع صوت القرآن الكريم، فيه من الخشوع والأداء الطيب وجمال الصوت اللي قد يكون من النادر تواجده في صوتك العذب، عسى الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله يسعدك شيخنا، والله والله أنت لا تعلم قدر السعادة التي أنا يعني شخصيا أعيشها، وأيضا المشاهدين بإذن الله عز وجل بوجودك معنا شيخنا الحبيب. الله يحفظك يا شيخنا خالد. الغالي، الله بس خلينا كذا نبدأ الأسئلة معك، حفظك الله ورعاك. نريد نسألك عن طفولتك مع القرآن، ولعلي أخبرتك من قبل في رسالة سابقة أن الوالدة رحمها الله، أنا والدتي توفيت منذ 16 عام رحمها الله، حقيقة يغفر كانت الله ويرحمه. دائما وأبدا يعني عندها ألبوم محمد البراك، أدعية محمد البراك، تلاوات محمد البراك، يعني الله يغفر نشأنا لها مع ويرحمها صوتك يا رب. حقيقة. الله يشهد والله، وترعرعنا مع صوتك، يعني جزاك الله خير، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يستخدمك لخدمة دينه وإعلاء كلمته. نريدك شيخنا اللهم تحدثنا آمين عن اللهم آمين. طفولتك مع القرآن ونشأتك مع القرآن. شوف شيخ هيثم، احنا يعني طفولتي بدأت بمثل الأجواء اللي احنا عايشينها حاليا. المدارس مغلقة، ما في دوامات، ما في مدارس، الناس كان فيها خوف وهلع. كان وقتها بسنة التسعين وقت الغزو على الكويت، فتوقف كل شيء. هذه الفترة كانت سبب من أسباب خلينا نقول ظهور ونشأة محمد البراك. كنا جالسين في بيت واحد، أحد الأقرباء سألني قال ليش تحفظ من القرآن؟ كان عمري 8 سنوات ونص تقريبا، يعني قريب التاسعة. فقلت له والله ما احفظ الا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، واول ايتين من سوره المجادله، واول 5 ايات من سوره تبارك. فهو استغرب قال لي ليش تبارك 5 ايات؟ هي الحافظه والمنجيه من عذاب القبر. وتدري في هذاك الوقت كان الوضع يسود الخوف وعدم الاستقرار وعدم وجود الامن. فقلت له ان هذه كانت مطلوبه مني حفظ من المدرسه وحفظتها. فيوم قرات قال لي يعني أنا اللهم لك الحمد كنت متعلق بجدي رحمة الله عليه، كان دائم الذهاب إلى المسجد، وكان يجلس من بعد صلاة العصر إلين صلاة المغرب، وكان يقرأ دائما يعني بقراءة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله خياط إمام الحرم الأسبق رحمة الله عليه. رحمه الله. نعم. أي نعم. فكنت أسترق منه بعض التلاوات وبعض الأداء اللي قد يعني سبب لي خلينا نقول جرأة قرآنية أني أنا أقرأ بصوتي الجميل. فيوم قرأت يعني استانس أن شلون هذا الطفل الصغير اللي عمره 8 سنوات 8 سنوات ونص يستطيع أن يقرأ بهذا الأداء اللي ما في خلينا نقول اللي ما في خجل. فراح نادى الوالدة ونادى خواتي وكانوا يسمعون من برا الباب. فالوالدة انصدمت، استغربت شلون هذا محمد الطفل الصغير اللي احنا خلينا نقول بالعاميه عندنا بالكويت احنا نهاوشه او يعني نقسو عليه بالكلام يطلع منه هذا. يعني مسكينه قعدت تبكي وتدعي لي بالخير والتوفيق والبركه. من هني كانت البدايه. المؤذنين ما كانوا موجودين في المساجد، اغلبهم كانوا من الاخوان الجاليات المصريه او السوريه، فتركوا المساجد وصارت المساجد فقط للمتطوعين، اي واحد يتطوع فيأذن.
ايضا كانت بدايتي من الاذان، كانت شوي موضوع الاذان كسر موضوع حاجز الرهبه ما بين الائمه وما بين المصلين. بعدها دخلنا في موضوع رمضان، لما انتهى الغزو واتممت حب اللهم لك الحمد جزء تبارك وجزء عم طبعا، ووصلت يعني حتى انا اذكر اخر ايه حفظتها في يوم 25 فبراير سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صحيح الصبح ولا تحرير اللهم لك الحمد. فبعدها أول رمضان كان لله الحمد في بعض الأصوات القرآنية الجميلة اللي محمد تأثر فيهم، مثلا الشيخ الزيس إمام الحرم، الشيخ سعد الغامدي، محمد المحيسني، أحمد العجمي، وبقوة تأثرت فيه شيخ أحمد. نعم نعم كلنا تأثرنا بالشيخ أحمد العجمي. بالضبط بالضبط. نعم. فكنت أحفظ لهم بعض الأدعية، فأنا كنت أصلي هذه أول سنة 1991 كنت أصلي خلف الإمام 8 ركعات طبعا، ويوم بغي يصلي شفع الوتر كان يقول لي يلا محمد تعال تفضل صلي، انا هني انصدمت شنو اصلي الله. يعني اي رهبه، الجمهور كثير طبعا في المسجد، الجمهور تقريبا المسجد خلينا نقول نصه كان يعني نص المسجد ممتلئ بالمصلين سبحانه. وهو المسجد القريب من بيتنا يعني. فاول ما صليت اللهم لك الحمد رب العالمين فتح علي، ودعيت بالادعيه اللي كنت احفظها من 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 اسديس او المحيسني او احمد العجمي. فالناس بعد الصلاه استغربت شنو هذا الطفل اللي عمره 10 سنوات ونص ويحفظ هذه الادعيه، وكانوا يعني بين هل صلاتنا مقبوله، هل صحيحه، شلون طفل صغير يصلي فينا. فاخبرهم ان عمرو بن سلمه كان يصلي في 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 الصحابه وكان يعني يحفظ القران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. فهذه كانت هي انطلاقة الصلاة اللي أنا بديت فيها بالمصلين، وهذه كانت يعني خلينا نقول فتح من الله سبحانه وتعالى نقلتني إلى منحنى آخر اللي هي صلاتي في المسجد الكبير، وكان بعد صلاتي في المسجد اللي يم بيتنا بسنتين تقريبا. حفظك الله ورعاك شيخنا. طيب شيخنا نريدك هكذا، شوف كل إنسان سواء كان إعلامي، داعية، رياضي، قارئ القرآن الكريم، يعني أنا مرت بي مواقف مع القرآن الكريم ومع نشأتي. نعم. مع القرآن الكريم، اذكر لنا كذا موقف تأثرت به وأثر بك في حياتك القرآن الكريم، في حياتك القرآنية، ولعله كان سبب نهضتك ومسيرتك في هذا الطريق، في طريق القرآن الكريم. شوف الله يحفظك، أنا المواقف اللي أثرت فيني وأذكرها دائما كثيرة، سواء كانت في صغري أو في يعني كبري. من المواقف الجميلة اللي أنا لا يمكن أني أنا أنساها موقف لأحد مدراء المدارس عندنا اللي هو المرحلة الثانوية احنا نسميها، ورحمة الله عليه توفي الأستاذ حسن الأنصاري أبو أحمد. أنا كنت بنتقل من مدرسة إلى مدرسة، تمام؟ فيوم أنا رحت وبقدم الأوراق، طلبة كثيرين كانوا موجودين في عند مدخل يعني غرفة الناظر، وقتها كانوا كنا نسميه ناظر، الحين مدير غيره المسمى لنظار المدارس. فدخلت عليه، هذا الكلام فيه كان 95 96 بداية المرحلة الثانوية، فلازم ما تقبل إلا أن أنت تكون من نفس المنطقة، وأنا كانت منطقتي أخرى، وهذه المدرسة كان يشهد لها يعني بالتفوق وبالانضباط وإلى آخره. فرحت أنا وكنت أنا بخاطر أني أدخل هذه المدرسة، فيها كثير من الأصدقاء والناس اللي أنا أعرفهم. فقدمت له الورقة، هو يقول لا مرفوض مرفوض، أنا ما راح أرفض أي أحد بطاقته مو على قرطبة. سبحان الله. قدمت له، قلت له استاذ موضوعي كيف كيف، انا في الموضوع انا في المدرسه هذه وبجي هالمدرسه. فطالع الورقه فرجع، والله هذه رجع كذي رجع، كان يقول
محمد جاسم البراك اللي يقرأ يصير لك ولا أنت ولا تعرفه ولا شنو موضوع اللي يقرأ؟ سبحان الله. فقلت له والله أبو أحمد يعني لا أنا أنا اللي أقرأ، أنا محمد الله البراك. كان يقول لا إله إلا الله، يقول أنا كنت معاك بحج 92، أنا كنت صغير ما أذكر الله إنزين. أكبر. فيقول كنت ويقول أنت كنت هناك تصلي فينا إمام في 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 عمارة الحج، كنت أنا أصلي تهجد في الليل ما أصلي شاء فيهم هناك. الله. فيقول وأنا بسجودي كنت أدعي إن رب العالمين يجيبك عندي طالب، يعني إذا ثانية بس تشرف. بس بس أقاطعك في الحديث، يوم ما كنت تصليهم في الحج وكذا، يعني لما رحت كم كان عمرك؟ كان عمري 10 سنوات، سبحان الله، والله عشر سنوات فتح كان عمري. عظيم شيخنا، سألنا الله سبحانه وتعالى أن أي يوفقك. نعم واصل آمين شيخنا. يا رب. فقال أنا كنت أدعي أن رب العالمين يجيبك عندي، وأن أنا أكون ناظر على واحد مثلك من أهل القرآن وأهل الصلاح. فيقول لي فكانت ردة فعله وايد كانت كبيرة. كان يقول لي عشان محمد وعشان القرآن اللي حافظه محمد كلكم أنتم خلاص دشوا من قبله، سواء أنتم من سكان المنطقة ولا من غير سكان المنطقة. فهذه من المواقف اللي أنا لا يمكنني أنا الله أنساها، أكبر، ورحمة الله الله علي. أكبر، يعني رفع الله أنا قدرك تواصلت، شيخنا. أنا تواصلت معه إلين ما تخرج، إلين ما أنا تخرجت من الثانوية، وكنت على تواصل دائم معه حتى يوم خلصت دراستي في في أم القرى. وسبحان الله رب العالمين توفاه وهو في 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 أداء العمرة بين الصفا الله والمروة، الله أكبر، سبحانه وتعالى أخذ أمانته. أي والله. فكان حتى وفاته لها وقع كان كبير في في قلبي. والمواقف اللي كانت من هذا النهج كثيرة، يعني في قبول الماجستير، نعم هذا مثال آخر شلون أثر القرآن في حياة الإنسان. وهذه أنا رسالة أوجهها من خلال هذا المنبر المبارك، عسى ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. القرآن لك يعني للإنسان رفعة بالدنيا والآخرة، ينير الطريق نعم ويكتب لك التوفيق والسداد ويرفع شأنك ما بين أعالي القوم وأصاغر القوم بسبب بس القرآن. أنا يوم قدمنا على 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 الماجستير الله يذكره بالخير دكتورنا وشيخنا اللي كان بوقتها عميد مساعد للدراسات العليا، قال لي اللي كانوا مقدمين 75 شخص واللي كانوا يبون يقبلونهم فقط 10. فيقول لي يعني أنت كانت واسطتك قوية ما نقدر نردها، كانت واسطتك هي القرآن. لا يقول ناس إله دخلوا إلا واسطات وناس دخلوا ناس وناس دخلوا، فيقول أنت واسطتك هي القرآن اللي كتبت لك القبول في هذه المرحلة من مراحل الدراسة. سبحان الله شيخنا، قد جعل الله لك القرآن شفيعا في الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لك شفيعا يوم القيامة آمين. ولنا جميعا وأنتم وأنتم كذلك وأنتم بإذن كذلك الله شيخ عز وجل. هيثم، الله شيخنا يحفظكم أنا ويبارك فيكم. حقيقة يعني أريد الوقت يطول معك، لكن والله أنا من محبيك، الله يشهد، وهذه ليست الله يعني يحفظك مجاملة في وجهك، والله. وليس من اليوم. وأنا من محبيك شيخ هيثم، يعني شوف الله يسعدك. يعني أنا يمكن بقول سر، بقول سر ولأول مرة أقوله. أنا الله يحفظك يعني قليل ما أسمع لبعض الناس بالوقت الحالي، يعني أنا غالبا أسمع للقراء القدامى مثل الشيخ المنشاوي أو مصطفى إسماعيل أو الحصري أو عبد الباسط أو الشيخ عبد الله خياط بسبب حبي لجدي رحمة الله عليه، كان يقرأ مثله. بس الحين من أسمع مقطع للشيخ هيثم الدخيم الله أو يسلمك. لبعض الأشخاص اللي أكلهم كل احترام وتقدير، أحبابي كثر، ولكن إذا مر علي مقطع للشيخ هيثم الدخيم أو حبيبنا الشيخ أحمد المفيس، والله ما أعدي المقطع إلا لما أسمعه كامل. رضي الله فهذه عنك. يعني خلينا نقول يعني اول مره انا ابوح بهذا الامر، لانكم ما شاء الله تمتلكون اصوات عذبه جميله رائعه، يعني اسال المولى سبحانه وتعالى ان يرفعكم ويزيدكم بالقران. الله يسعدك شيخنا، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا خيرا ما تظنون، ولا أريد حقيقة لكن والله أقولها صدقا، نحن تربينا في مدارسكم، والله الله مدرسة يحفظك. الشيخ محمد البراك، مدرسة الله يحفظك. الشيخ أحمد العجمي، مدرسة المنشاوي، كل هذه المدارس حقيقة تربينا فيها شيخنا. يعني لعلي أنا الآن مستهاب بشكل كبير جدا، والجمهور أيضا، نريدك أن تشنف أسماعنا بآيات من القرآن الكريم. يعني لو تقرأ لنا مثلا من بداية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن،
إلى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تشنف أسماعنا حفظك الله ورعاك. الله يحفظك ويبارك فيك. نتشرف والله شيخ هيثم. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله 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 شيخنا، الله يكرمك ويرفع قدرك. شوف 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 هذه النغمة الأخيرة اللي هي سورة يوسف. يرشدون سورة يوسف، والله هذه النغمة لطالما كانت تستهويني، وسمعتها من أكثر قارئ، وكلما نسمعها نقول هذا يقلد الشيخ محمد البراك، لا شك في ذلك. الله يحفظك. الله يسعدك شيخنا ويبارك فيك. طيب شيخنا، سؤال يعني نقول هذا السؤال حقيقة يعني إجابته أن توجه إلى الآباء وإلى أولياء الأمور. أثر الوالدين في نشأة محمد البراك، نشأته الدعوية والقرآنية، أثر الوالدين. شوف شيخ هيثم، لولا ما زالوا الوالده موجوده الله يحفظها ويطول بعمرها. الوالد توفي 2010 رحمه الله رحمه واسعه. الوالدين لهم الفضل الكبير من بعد الله سبحانه وتعالى، يعني شعور جميل ورائع. يعني انا ما زلت اتذكر اول صلاه صليتها وكانت الوالدة تصلي بخلفي ووالدي يصلي خلفي، وتشوف الفخر محمد ولدهم بعيونهم، ترى هذا شيء عظيم. يعني يمكن هم ما يقدرون يوصلوا لك إياه، ولكن لما أنت كبرت وترعرعت وشفت قرب محمد لهم، هني راح تثق وتؤمن بأن لولا دعاء الوالدين وفضل الوالدين وبركة الوالدين لما وصل محمد البراك إلى ما هو عليه. أنا كنت يعني أستأنس جدا لما والدي رحمة الله عليه يقول لي محمد أبيك تصلي بعد شوي فينا، إحنا عندنا كنا في المسجد اللي يم بيتنا كان الإمام جزاه الله خير يقدم لي الصلاة، فكان يقول لي أبيك تقرأ لي الآيات اللي في أواخر سورة النحل اللي هي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكنت أفرح لما يعني أصلي بالآيات اللي والدي يبيها رحمه الله. وحتى مرات أنا لما أصلي ما أدري والدي يكون موجود ولا مو موجود، هو رحمة الله عليه كان في مرض الربو أو التنك، فكحته كانت معروفة لما يكح، فمرات أصلي ما أدري، بس لما يكح وعرف أنه موجود سبحان الله كأنه راحة، يعني الله سبحانه وتعالى ما يعلم فيها. وهالشيء انا لاحظته، حتدري في وقت الحين المرض والازمه والغمه اللي على المسلمين جميعا، نسال مولانا سبحانه وتعالى ان يزيل الغمه عنا وعنكم. آمين آمين. وان لا ينهي هذا الشهر الا ونحن وانتم وجميع المسلمين بافضل حال وصحه وعافيه. فرصه ان احنا نعود اولادنا على الصلاه، يعني احنا هني مسوين مثل مصلى صغير، الوالده تصلي معاي والاهل والابناء ما شاء الله. فمن باب التشجيع ولدي انا جاسم عمره 9 سنوات، قلت له نبيك اليوم انت تصلي فينا الشفع، يعني ركعتين صغيره ويقرا فيها ما تيسر من صغار الصور.
فيوم صلى وأنا صليت خلفه مأموم، سبحان الله حسيت بنفس الشعور اللي كان يحس فيه والدي. يعني أنت تشعر بالفخر أن أنت قاعد تأم خلف ابنك وعمره لم يتجاوز 9. فأنا قاعد أفكر بيني وبين نفسي شنو كان شعور والدي لما كان يصلي خلفي، وخلفي كانوا يصلون 50 و60 و70 ألف في المسجد الكبير. فيعني أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يلبسهم تاج الوقار، أمين، وأن يعني يكتب لهم أعلى الجنان. هم لولا دعائهم وتوفيقهم وسدادهم لما وصل محمد البراك إلى ما هو عليه. وأنا أوجه رسالة أيضا للأبناء، صدقني إذا أنت تعلقت بالقرآن وكنت مع القرآن، تعامل والدينك راح يكون قبل وبعد القرآن مختلف جدا جدا جدا. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك شيخنا. شيخنا الحبيب، في هنا أسئلة بس يعني يا حبذا لو نجاوب عليها بشكل سريع يعني. تمام. حفظك الله. طيب، صفة أساسية للنجاح عند الشيخ محمد البراك؟ التوكل على الله. آخر كتاب قرأه محمد البراك؟ فن في الإدارة لإبراهيم القصيبي الله يرحمه. قارئك المفضل؟ أكيد عبد الله خياط. عبد الله خياط رحمة الله عليه. وهيثم لتخين. حفظك الله. حبيبي محمد، والله هذا وسام، والله يضع على صدري، الله يكرمك. الله يحفظك. الله يشهد يا شيخ محمد. تدري شنو سبب حبي لقراءتك الشيخ؟ الله يسعدك شيخنا. يعني تتميز بالجمال والصوت العراقي الجميل، وانا يعني احب القراءه العراقيه، وحتى يعني اغلب قراءاتي تجد فيها شوي روح الحس صحيح. العراقي سبحان الله. يعني هذه القراءه تدخل القلب، ويعني تصيب بعض من السكون والخشوع. فيعني انا وفيها شجن، انا اشد على ايدك واقول لك استمر على هذه القراءه شيخ الله يحفظك. الله يسعدك شيخنا ويبارك فيك. شيخنا، اين نجد محمد البراك في الرياضه؟ يعني لاعب كرة قدم ولا مشجع؟ لاعب كرة قدم أظن يعني مع الجسم يمكن ما في تناسب يمكن. لا شوف، ترى أنا الحين يزعل علينا حبيبنا محمد سعدون. لا شوف. أنا شفت اللقاء مع أستاذ الله يحفظك محمد سعدون، حقيقة كان رائع. لا والله شوف، أنا يعني سابقا كنت لا والله ألعب كرة، حتى عندنا في بعض عندنا في المسجد الكبير عندنا حديقة، فبعد القيام يجيبون لنا هناك وجبات للسحور، ونجلس ويا إدارة المسجد وكذا، حتى في ملعب حشيش يعني صغير كنا نلعب فيه. فالناس يستغربون، أنا كان عمري 13-14 سنة، بعد القيام نروح نلعب ملعب كرة القدم، فالناس يستغربون يقولون هذا اللي قاعد يلعب وهو اللي توه صلى فينا، شلون يصلي ويروح يلعب كرة؟ فلا والله أنا يعني ألعب كرة، بس يعني حاليا فعلا منقطع، يعني انقطاع طويل مثل ما يقولون، بس ولكن بالمقابل لا والله لي ميولي في مشاهدة كرة القدم، ويعني تشجيع بعض الأندية. نعم. بحكم تواجدي كنت أدرس رسالة الدكتوراه في بريطانيا، فيعني كان لي بعض يعني كنت أحضر بعض المباريات هناك، وما زالت يعني في الكويت أشوفها، وهذا ما يمنع أن الواحد يحفظ قرآن ويتابع مثلا الرياضة ويشوف الهوايات اللي هو يحبها أو يعني يستمتع بمشاهدتها بلا إفراط ولا تفريط. طبعا صدقت شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظلة لو كنتم عندي لو كنتم عند أهاليكم كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. حفظك الله ورعاك شيخنا. صفة تعجبك في الطرف الآخر، صديق؟ الطيبة. أو الطيبة. وأنت أطيب الناس يا حبيبي، الله يسعدك. الله يحفظك. الله يحفظك. أكلتك المفضلة في رمضان؟ طبعا هذا السؤال الله إيه. أكلتي المفضلة والله إحنا نسميه التشريبة، ما أدري أنتم شنو تسمونها، التشريبة اللي هي يصير لا أكيد الثريد، اللي هو الثريد يعني أكيد اللي هي معروف. أي نعم، خبز رقاق ويا مرق اللحم معروف. ويكون فيه لحم والهريس طبعا. ما شاء الله. طيب شيخنا، حكمتك في الحياة، حكمة محمد البراك في الحياة؟ اتقي شر من أحسنت إليه. نعم. طيب شيخنا، يمكن
تقول لنا أهم ثلاث صفات لابد أن تتوافر في حافظ القرآن نستفيد منك شيئا؟ شوف الشيخ، أهم شيء وأتوقع أنا أنه هو يعني لازم تحطه بنصب عينك، تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا أول واحد. نعم. وثاني شيء خلينا نبعد شوي عن موضوع ان انا والله بحفظ قرآن او بخلي صوتي جميل عشان ابي الشهرة او عشان ابي انشهر او عشان ابي يكون عندي متابعين كثر. هذا للاسف احنا حاليا قاعد نعيشه، ويعني نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يزيل هذا المرض من بعض من اشتهر بهذا الامر، لان القرآن ليس لي 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 لفرد العضلات، ليس لي والله انا صوتي جميل والله انا ادائي كذا. خلي يكون نصب عيني العين، نصب الاعين، ان انا احفظ القران لكي تكون منزلتي في الجنه عند اخر ايه اقراها. الله اكبر. هذا 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 اهم شيء. نعم. وهذا اللي غرسوه فيني اهلي وجماعتي من انا صغير، اياك والرياء، دير بالك يا الرياء محمد، لان الانسان اذا كان صغير في العمر ويحفظ القران ويقرا وعنده هذه المتابعين الكثر والناس اللي يعني تمدح في صوته والى اخره، هذه اللهم لك الحمد كانت تطمس من صغري. ولذلك لما وصلت الى ان يصلي وراي مجموعه كبيره من الناس وصلوا الى ال 120,000 ما شاء الله، مره هذا السؤال سالني اياه الله يرحمه ويغمد روحه لينا امير القلوب الشيخ جابر الاحمد امير الكويت الراحل رحمه الله، فقال لي شنو كان شعورك لما شفت هذه الناس كلها تصلي وراك؟ فقلت له والله يبقى شعوري مثل ما أنا أصلي بالمسجد اللي يم بيتنا، سواء وراي سطرين ولا وراي 2000، الحمد لله أنا يعني تعودت من صغري على إمامة الناس وما كان عندي شعور أن كان المسجد ممتلئ أو غير ممتلئ. فهذه ترى فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن الواحد تغرز في هذه الصفة، ألا وهي عدم الكبر او 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 او, أو طلب الشهرة وطلب اعجاب الناس. بالضبط بالضبط، بسبب القرآن، يجعل القرآن وسيله للشهرة. الامر الثالث رساله حق اخواننا الحفاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فانه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقلها. الانسان حلو انه يحفظ ويزيد من كميه حفظه، ولكن ترى الأهم من الحفظ هي المراجعة والمداومة على مراجعة القرآن. لو تخلي لك حزب اليوم تراجع، لو تخلي لك ورد من حزب إلى جزء أو جزئين على حسب استطاعتك، لأن والله ترى أهم من حفظك للقرآن الكريم، لأن القرآن يتفلت وفي كثير من الآيات المتشابهات وفي كثير من الأمور التي قد يعني لا يجيني واحد ويقول لا والله أنا هذه الآية وهذه السورة أحفظها ومستحيل أغلط فيها. القرآن أكبر مني ومنك ومن أي شخص آخر. فهذه يعني على شكل سريع وبعجالة ثلاث أمور على الإنسان أن يعني يحطها بعين الاعتبار إذا أراد أن يقرأ أو يحفظ القرآن الكريم. تقوى الله سبحانه وتعالى، عدم طلب الشهرة والعجب، وإنما بالضبط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. وثانيا نعم. تعاهدوا هذا القرآن، نصائح الشيخ محمد البراك لأهل القرآن. طيب شيخنا، في سؤال يمكن أنا وصلني قبل الحلقة، هل يجيد الشيخ محمد البراك الإنشاد؟ لا والله ما أجيد الإنشاد، ولكن يعني لي بعض المحاولات الخاصة، خلينا نقول في يعني تلحين بعض الأبيات الشعرية. ما شاء الله ما شاء الله. فقط. اي نعم. طيب شيخنا، يمكن بس يعني شوف، انا احكي لك عن نفسي، في آيات مرت علي في القرآن الكريم ما زالت الى اليوم مؤثرة في. نعم. اكيد كل قارئ طبعا مرت عليه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أثرت فيه. طبعا. ما هي الآية التي وقعت عليها عين الشيخ محمد البراك حفظه الله ورعاه فأثرت فيه ولعله جعلها منهج حياة؟ سألت عن عظيم. الآيات كثيرة،
ولكن منها آيتين يعني أثروا فيني تأثير كبير. أولا جدي رحمة الله عليه كان دائما دائما ما يقرأ سورة ياسين ويحب سورة ياسين إلى العشق، خلينا نقول يعني إنه يعشق هذه السورة، وكان يقرأها. حتى أنا لما كنت أذن كان يقول لي يا ولدي محمد امسك المصحف وسمع لي سورة ياسين، فكنت أقرأ سورة ياسين. أول سنة توفي فيها جدي ما شافني وأنا أصلي إمام في المسجد، فقط شافني وأنا أأذن، فكان وفاته أثرت فيني تأثير كبير. فلما صليت بالناس وقرأت في سورة ياسين إلى أن وصلت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم إلى آخر الآية، فهني ما تمالكت نفسي، تذكرت جدي رحمة الله عليه وتمنيت أنه هو يعني يكون من أصحاب هذه الآية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أنتم أجمعين يا رب. الآية الثانية اللي فعلا أنا مستخدمها منهج حياتي، الآيات اللي كان يحبها ويطلب مني والدي أني أنا أقرأها، ألا وهي أواخر سورة النحل، وهذه منهجي في الحياة أمانة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعدين تتذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم، شلون رب العالمين ملك الملوك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه آية يعني أو هذه المقاطع من الآيات إذا بقرأ بافتتاح أول مرة أو صلاة أول مرة أصليها لازم أقرأ هذه الآيات، لأن فيها معاني كثيرة، فيها سماحة الإسلام ونبل الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل 70 من أهل أحد ومثلوا بعمه أبو طالب قال والله لأمثلن 70 منهم، الله سبحانه وتعالى أقر على هذا الأمر، قال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصبر، وموضوع الصبر ترى موضوع جدا جميل. يعني لما نتخيل ونتذكر شلون النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أذى المشركين في مكة، شلون صبر على أذى الكفار في الطائف حتى رموه بالحجارة وسبوه وشتموه إلى أن صلى ركعتين ثم دعا الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي لا إله إلا أنت إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. مباشرة بعد هذا الدعاء نزل جبريل ومعه ملك، الله يحفظك، ومعه ملك الجبال، فقال له هذا جبريل هذا ملك الجبال فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي شنو اختار؟ أنت في عز المحنة وتبي الانتقام، الله سبحانه وتعالى سبب لك أسباب للانتقام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بي ولا يشرك بي شيئا، من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا.
فهذه يعني رسالة اللي تضمنتها الآيات الأخيرة اللي أنا يعني فعلا وين ما أروح أقراها وأجعلها منهج حياة منهج بالنسبة لي. أي نعم. حفظك الله ورعاك شيخنا الحبيب. ما أدري بس أنا يسعدني جدا إنه لأنه هذا البث سيحفظ بإذن الله عز وجل. أتمنى كذا شرف عظيم لي أن أقرأ معك. والله يعني أنا هذا كان طلب، يعني أنا كنت يعني طلب إني أنا إذا بقرأ أنت لازم تقرأ. هذا أخونا الأستاذ الحبيب والعزيز الغالي محمد سعدون الكواري دخل معنا الآن على البث. ألف تحية يا أبو سعدون، ويعني أبو سعدون من الناس العزيزين والغالين علي جدا جدا جدا، والله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعرف يعني مكانته وحبه داخل قلبي. كلنا والله نحبه، وحبيبنا الأستاذ محمد سعدون لا يختلف فيه اثنان حفظه الله في أخلاقه وفي قيمه، وإن شاء الله يلبي دعوتنا لكي نستضيفه إن شاء الله في البرنامج قريبا بإذن الله عز وجل. لا إن شاء الله بإذن الله. شيخنا أنا أتمنى لو نقرأ سورة، يعني حتى تكون مثلا بسيطة أو كذا، مثلا سورة مثلا إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر النبأ، يعني يمكن أنا أقرأ آية وأنت تقرأ آية إلى أن نكمل. لو أنت تقرأ مثلا أول سطرين أو ثلاثة وأنا أكمل، أو مثلا العكس، بالعكس نتشرف والله الشيخ. طيب شيخنا ابدأ عندك شيخ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله يفتح عليك الله يفتح عليك ويبارك فيك. طيب شيخنا والله انها من اسعد اللحظات والله يا شيخ هيثم. يا ربي يا والله العظيم لا تصدق، يعني كميه السعاده اللي تغمرني الان. الله يحفظك حفظك الله. بس شيخنا خلينا كذا نستقبل اسئله من الجمهور. في أسئلة من الجمهور. نتشرف. ما أدري. ما افتح هذه الاستفهام. طيب شيخنا. في سؤال. الدول التي استضافت الشيخ. يعني. يمكن تذكر لنا كذا دولة استضافتك و يعني كان لك أثر عظيم فيها أو شعرت بأثر عظيم؟ شوف أنا استضاف نعم أنا استضافاتي كانت كثيرة، يعني تقريبا كل دول الخليج زرتها.
وصليت فيها يعني إمام لل لل يعني في 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 رمضان وغير رمضان. ولي زيارة بصراحة أثرت فيني، كانت لي فرنسا، ما شاء الله. كنت مدعو هناك لافتتاح صرح يعني ثقافي إسلامي، مسجد كبير، وهو يعني مسجد مركز عبد الله الدرويش الثقافي، ونمسي على يعني أخونا الحبيب والغالي أبو عبد الله. دعاني هناك لافتتاح هذا الصرح الجميل. فلما رحت هناك، المفروض الافتتاح يكون يوم الجمعة، ولكن الحكومة أو خلينا نقول البلدية اللي كانت موجودة هناك ارتأت إن هذا الافتتاح يرحل إلى يوم السبت، لأن راح تحضر نائب وزير الخارجية الفرنسي ومدير عام البلدية وإلى آخره، لأنه يعني كان لأنه مركز كبير جدا. قالوا على أساس إنه لا يصير في زحمة وناس موجودين، خلونا نأجل الافتتاح، نخليه يعني رسمي ولكن مصغر اليوم الثاني يوم السبت. فقالوا لي هناك الشباب اللي موجودين في المساجد، قالوا في مسجد تقريبا بعيد، يبعد تقريبا 20 25 كيلو، فرصة خلينا نروح نصلي فيه هناك صلاة المغرب والعشاء. ووقتها كان الهجرة النبوية، فصليت هناك المغرب، وتكلم الإمام وعرف المصلين علي وقال أخونا محمد البراك من الكويت، ويعني زايرنا وكذا 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 وكذا، وإن شاء الله يصلي المغرب والعشاء، وبيقول كلمة بسيطة ما بين المغرب والعشاء. فتكلمت عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدروس المستفادة، وصلينا صلاة العشاء وخلصنا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكنا بنمشي. واحد في طرف المسجد موجود وكان يتابع ويطالعني بعد ما سلمت على الناس وسلموا علي، ويعني ويسلمون ويتشكرون حضورنا. جاني وسلم علي، بس سلامه كان غير عن بقية الناس، سلامه حار، ويعني حسيت انه كان يعني في 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 عيونه فيها شيء تبي تقولها، بس يعني مو هو قادر شلون يوصلها. فقال لي يا اخي انا بسألك، هو طبعا اظن تونسي او مغربي، ولكن من مواليد فرنسا، فهو فرنسي الجنسية ولكن الاصل من المغرب العربي. فقال لي يا اخي الإمام قال إن أنت محمد البراك. قلت له إيه نعم. فقال أنا أتمنى الإجابة اللي بسمعها منك تكون مثل ما أنا أبي. قلت له تفضل. قال لي في طفل كان يقرأ للقرآن، هذه ترى حتى من قريب، من 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات. سبحان الله. فقال لي كان في طفل يقرأ للقرآن واسمه محمد البراك، هو أنت ولا اسم على مسمى؟ فقلت له لا والله هذا أنا. فمسكين أخذ يضمني ضمة شديدة وجلس يبكي بكاء بكاء، يعني يبكي. أنا استغربت من ردة فعله. فقال لي يعني هذا الأمر اللي فعلا أثر فيني، ويعني هذا الموقف لا زال يعني أتذكره، وأرجو أن يعني نكون عند حسن الظن عند الله سبحانه وتعالى. قال أنا أنت سبب حفظي للقرآن الكريم. يقول والدي الله يرحمه أهداني أشرطتك وعد لي إياها، سورة ياسين والصافات والدخان الجاثية، سورة يوسف وجزء عمه والرحمن الواقعة وجزء تبارك وقاف وجزء الذاريات. فيقول أنا وقتها كنت صغير، كان عمري 14 13 سنة، فكنت أقول حق والدي أنا أمنيتي إني أشوف هذا الشخص. فيقول والدي قال لي يا رجل أنا حاليا في نانتس في غرب فرنسا، وهذا الرجل في الخليج، شلون تبي تشوفه؟ فقال لي انسى إن أنت تشوفه. فقلت له انا سبحان الله، قلت له رب العالمين اجل افتتاح مركز كامل عشان اللي انا اشوفك وتشوفني اليوم. الله فهذه اكبر. من فهذه من المواقف اللي والله اثرت والله فيني، إن يعلم ويعني الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ يؤتكم منكم. خيرا ما اخذ منكم. اي نعم. فيعني هذه سبحان من الله. الزيارات اللي فعلا والله اثرت في 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 محمد البراك، ويعني زيارات محمد البراك الى دول العالم المختلفة. طيب شيخنا، يمكن أنت ذكرت أنه أنت زرت جامع المدينة التعليمية ولك ذكريات، يمكن يعني تذكر لنا كذا بعض الذكريات لزيارتك لهذا طبعا الجامع. طبعا اخونا الحبيب والغالي جاسم تلفت، جزاه الله تلفت خير، هو هو صاحب، كان اي معنا من نعم، قبل شوي طبعا، الله يرحمه نمسي ويغفر له عليه ونبارك له بالشهر ان محمد شاء الله. حبيبنا. هو ما شاء الله عليه حريص على يعني اذا سمع ان انا موجود في الدوحة، حريص انه هو يعني يدعيني الى الصلاة،
ويعني جزاه الله خير. انا دائما يعني ازور الدوحه يعني بدعوه جميله وكريمه من اخونا الوجيه الحبيب بدر بن عبد الله الدرويش، فكنت انسق وياه اقول له انا ترى مالي شغل، تبي شيء كلم ابو عبد الله. ابو عبد الله ما شاء الله عليه طيب وحبيب يعني مثلكم وشرواكم، فكنت دائما والله يعني ماي رمضان الا انا لي ليله او ليلتين سواء تراويح او قيام في جامع المدينه التعليميه. حفظك الله ورعاك شيخنا، الله يسعدك ويبارك فيك. شيخنا حقيقه حبك الله اخونا ابو محمد جاسم تلفت هذا الان معنا على الله يحفظك يا ابو محمد، ويعني ان شاء الله يا رب تعدي هالازمه على خير ونشوفكم قريب ان شاء الله في 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 الدوحه او تشرفونا هني بديرتكم الكويت. الله يحفظك ويبارك فيك. اللهم امين. شيخنا طيب سؤال ما قبل الاخير، لانه ان شاء الله نختم بدعاء جميل هكذا معك، بس رساله توجهها للناس في ظل هذه الظروف التي يعيشونها، خاصة أنه يعني حقيقة أنت يعني قارئ ونحن أيضا قراء، تصلنا رسائل كثيرة جدا من الناس فيها نوع من اليأس، المساجد مقفلة وما شابه، فنريد كذا رسالة للناس يعني نصبرهم ونحاول قدر يمكن أنهم يستغلوا أوقاتهم، لو تحاول كذا تختصر لنا الإجابة حفظك الله. والله شوف شيخ، يعني أنا يمكن هذا رمضان الوحيد اللي قد يعني الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله، هذا يمكن الرمضان الوحيد اللي من رمضانات سابقة اللي أنا ما صليت فيها إمام، ولكن يعلم الله أن يعني رب العالمين عوضنا بدليل الآية القرآنية وجعلوا بيوتكم قبلة. الحين تقريبا ما في بيت سواء عندنا ولا عندكم ولا بأي مكان في العالم ما يخلو إلا أنه في مصلى ويصلون فيه، وتشوف جمعة الأهل قاعدين ويصلون مع بعض. ترى هذه والله نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. يعني أنا في رمضان والله ما أشوف ترى أهلي، أنشغل في التحضير وترتيب الأدعية وشنو أنا راح أقرأ، وغير السفر اللي أسافر وأروح وأجي. سبحان الله، هذا رمضان الوحيد اللي تجلس فيه مع أهلك وأبنائك ووالدتك، ويعني تتسامر معاهم وتجلس معاهم وتخلي من 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 بيتك قبلة. يعني شنو أفضل وأروع وأجمل من أن أنت تصلي صلاة القيام والتراويح؟ أصلاً صلاة التراويح والقيام أفضل أن أنت تصليها بالبيت من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. فإحنا إذا المكتوبة اللي هي الصلوات الفرض، يعني نحن محرومين من الصلاة في المساجد، فمن باب أولى لو إحنا حرمنا من هذا الخير العظيم اللي هي صلاة التراويح أو التعبد أو القيام، فهذا ما نلقى عذر إن المساجد قفلت أو سكرت إن إحنا ما نصليها في البيت. بالعكس، صلاتك في البيت قد يكون أعظم أجر من صلاتك في المسجد، لأن أنت هني راح تصلي في 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 أهلك وفي زوجتك وفي أولادك وفي محيط أهل بيتك. هذه رسالة توعوية غير مباشرة من رب العالمين لكل رب أسرة، إنه شلون يربي أبنائه ويعود أبنائه وعياله وأهل بيته على الصلاة والعبادة وقراءة القرآن. وقد يتنافسون في هذا الأمر، خلونا نتنافس من اللي يخلص جزء اليوم قراءة، من اللي يختم قبل، تكون له جائزة، يكون له محفز. هذه أمور ترى صدقني شيخ هيثم، إذا صارت في كل بيت صدقني رب العالمين راح يكتب لنا التوفيق والبركة وأن يزول عنا هذه الغمة. والمولى سبحانه وتعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إحنا إذا نبي نرجع إلى رب، إذا نبي نرجع لحياتنا العادية والطبيعية، صدقني ما علينا إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي، هو الكافي، هو المعافي عن كل سوء ومرض وسقم. حفظك الله ورعاك شيخنا. يمكن الوقت حقيقة أن يعني بادرنا وكذا، فنريد أن تختم لنا بدعاء وبصوتك الجميل، وكم باقي لنا؟ يمكن باقي ثلاث دقائق أو أربع دقائق ويقفل البث، لأن البث فقط لمدة ساعة فقط، فاختم لنا بدعاء شيخنا. أدعو ونحن نؤمن بصوتك الجميل، وأنا حقيقة سعيد جدا بلقائي معك حفظك الله ورعاك، وإن شاء الله
نراك على الواقع شيخنا بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ. أكيد أكيد إن شاء الله نتشرف الشيخ، وأنا شاكر لكم والله هذه الاستضافة، وأسأل المولى سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البث أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا همما إلا فرجتا، ولا كربا إلا نفستا، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا يتيما إلا توليته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا، واجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، واجعلنا اللهم فيه ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آمين. اللهم جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، وبارك الله، الله يحفظك، ورضي الله عنك وعن والديك، ورفع الله قدرك في الدارين. آمين آمين. حقيقة حقيقة أسعدتنا والله سعادة كبيرة جدا والله. الله يحفظك ويبارك فيك. أنا والله اللي أسعد بتواجدي معاكم، وإني أنا يعني بداية هذه السلسلة المباركة، والله شرف لي يعني اللي أكون بداية هذه السلسلة، وزادها شرف حضورك وتواجدك يا شيخ هيثم. عسى ربي يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كرمك الله شيخنا، جزاك الله خير، وإن شاء الله نراك في لقاءات أخرى بإذن الله. بإذن الواحد لحد إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم، وسامحونا على 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 الإطالة. لا والله جزاك الله خير، أنا أتمنى والله الوقت يطول، لكن الله المستعان. الله يحفظك، الشرف لي والله. الله يحفظك يبارك فيك، جزاكم الله خير، يبارك فيكم ويحفظكم ويسلمكم. أهلا وسهلا، حياكم الله.